اليوم غادي نوجد لك واحد اكله زوينه بزاف. بالصحه نسرين، يلا تسناو غادي تشوف. ولكن شكون غيجي عندنا هذا الوقت هذا؟ ما عرفتش. سلام. سلام. هنا كيسكن حمزه كوزان؟ اه هنا كيسكن، ولكن علاش؟ كلميه وغادي تعرفي علاش. واخ حمزه اجي تكلم. انت هو حمزه كوزان؟ اه انا هو حمزه كوزان. تقدر تفضل معنا؟ ولكن علاش؟ غتفضل معنا المركز تما تعرف كل شيء. واخا تقدر تدي الطوموبيل هاني تبعكم؟ واخا كوميسير مانا. ولكن علاش غادي تدي هو ما داير والو؟ نسرين حمزة نسرين ما تخافيش انا غادي نرجع حتى لعندك، ما تخافيش انا متاكده من البراءه ديالك. المهم الى عندكم شي محامي بلغوا لي الخبر باش يلحق علينا المركز. الو السكينه، بغيت نقول لك بلي حمزه بداو معاه الضحكات. اخبار زوينه دابا تقدر تدوز الفلوس كامل. واخا السكينه شكرا. الو الو نجات نسري علاش كتبكي؟ زدت البوليس. واخا صافي انا غنمشي عنده. عافاك سير المغفر دابا دابا ودير جهد كامل باش تخرجوا من تما. صافي ما تخافيش غادي نمشي عنده دابا المركز وغندير جهدي كامل باش يخرج من تما. يلاه واخا شكرا. انت متهم بجريمه قتل. الأدلة كاملة اللي لقينا كتدلف اللي انت اللي قتلتي داك الشخص. ولكن ما يمكنش، انا ما عرفتش علاش كتهضر على الكوميسير. ومن الاحسن تعترف بكل شيء باش هكا تخفف عليك العقوبه.